الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وأدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على شرح كتاب الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. فصل في نصاب الإبل، وهو متعلق بأبواب الزكاة. والنصاب هو الحد الذي إذا وصله المال كان يجب إخراج الزكاة ببقية الشروط، إن كان في حوالًا حول أو شيء من هذا، لكن لابد أن يتوفر هذا النصاب الذي هو أدنى منه لا يجب الزكاة في المال، فهو أدنى ما يجب فيه الزكاة. يقول: أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، أي جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، ثنية ماعز لها سنتان ودخلت في الثالث. يبقى الخمسة من الإبل يجب فيهم شاة، بشروط طبعا المعروفة اللي هي حوالان الحول والسوم والملك التام، مش كده برضو زي ما قلنا فيما سبق. وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، الشاة دي اللي هي ما تصح فيها أن تكون هديا أو أضحية أو عقيقة، نفس الشروط. جزع الضأن يعني سنة وماشية في الثانية إذا كانت من جنس الضأن، وإن كان من جنس الماعز تبقى ثانية ماعز يعني عندها سنتان وماشية في الثالثة. وقوله: وفي عشر شاتان، يبقى خمسة فيهم شاة، طب وستة شاة، سبعة شاة، يفضلوا كده لحد ما يوصلوا تسعة، يفضل فيهم شاة، بقوا عشرة نقلب يبقى فيهم شاتين. وفي خمس عشرة ثلاث شياه، برضه الجزء اللي هو بين يعني بين الخمسة للعشرة يسموه ايه؟ وقص. والوقص ده معناه يعني عفو، معفو عنه لا يخرج منه زكاة، يسموه وقص، وقص يعني عفو. تجد هذا الوقص موجود في ايه؟ في زكاة الأنعام بس، لكن زكاة الذهب والفضة والزروع ما فيش فيها الوقص ده. يبقى وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. بنت المخاض اللي هي إيه؟ يعني بنت ناقة مخاض، دي معناها كده، بنت ناقة مخاض يعني أمها حامل بعد ما ولدتها، مخاض يعني حامل، يعني معناها يبقى عندها سنة وماشية في الثانية، لأن أنت عارف إن الناقة تحمل سنة كاملة 12 شهر، المرأة العادية
تسع شهور، الجمال سنة، يبقى هي ولدتها وقعدت سنة، بعدها كم شهر كده حائل يعني غير حامل، ثم حملت سنة وضعتها، يبقى هي كملت سنة وماشية في التانية، يسموها بنته مخاض. طب افرض مفيش بنت مخاض، ياخد بدلها ابن لبون. ابن لبون بنت مخاض يعني انثى. الابن اللبون بقى اللي هو ايه، امه ولدت الولادة اللي بعده وبقت ترضع، يعني بقى فيها لبن، يعني ما نسى سنتين وماشي في التالتة، ده الابن اللبون، يعني يبقى اكبر من بنت المخاض بسنة ابن اللبون. فهو من حيث السن اعلى، لكن لكونه ذكر لا يوجد نتاج فيه، فيقوم ايه يقابل بنت المخاض اللي هي اميز منه، بالرغم ان هي اقل منهم سنة، لانها هي حتنتج عند الفقير. يبقى وفي 25 بنت مخاض من الابل، زي ما قلت لك مفيش بنت مخاض يدي ابن لبون. وفي 36 يعني من 25 لحد 35، المسافة اللي بينهم دي الفرق اللي بينهم يسموه وقص، الوقص ده عفو، واضح؟ يطلع برضو بنت مخاض. بقوا 36 لحد 45 يطلع بنت لبون، بنته لبون، يعني سنتين وماشيه في التانية، يعني الام ولدت الولادة التانية وبقت ايه ذات لبن بترضع، يبقى ساعتها يسموها بنت لبون، سنتين وماشيه في التالتة. وفي 46 لحد 60 حقة، والحقة سموها حقة ليه؟ لأنها استحقت الركوب، يقدر يركبها، ظهرها استحق الركوب. وأيضا حق للإيه؟ للفحل أن ينزو عليها، دي معناها حقة، يعني إذا طرق حق للفحل أن يطرقها يبقى يسموها حقة، أو حق لمالكها أن يركب ظهرها يسموها حق. الحقة اللي هي تبقى من سنة 3 ل 4، 3 سنين ل 4، يعني هي ماشي كده من سنة لسنتين بنت لبون، من سنتين لثلاث بنت مخاض، من سنتين لثلاثة بنت لبون، من 3 ل 4 حقة، ومن 4 ل 5 جذعة، ودي أعلى أسنان الإبل في الزكاة، جذع. كويس. وفي 61 جذعة، جذعة قلت لك اللي هي ايه من 4 ل 5، وسموها جذعة ليه؟ لانها اجزعت اسنانها الامامية فقدتها، لان انت عارف ان الجمال لما تبلغ درجة البلوغ الكامل تبقى عندها الضروس بس، امام ما فيش سنان، ايوه، وما يبقاش في سنان بقى خلاص، يعني اكتملت السنان اللي هي على الجانبين لكن ما فيش في المقدم، بلغه البني ادمين اهتم، يعني ما لوش ايه ثنايا. فاذا نزل دول يبقى معناه خلاص بيوصل لسن الرجوله بقى، بقى كامل، يعني سموه جذع، واحنا حتى نقول ايه الجدع ده، جزع، جزع يعني ايه راجل، يعني دي اصل جدع عند المصريين، يقول لك الراجل ده جدع، جدع يعني راجل متين يعني. وفي 61 جذعة، كل دول ولا سن من دول، لا البنت المخاض ولا بنت اللبون ولا الحقة ولا الجذعة تصلح أضحية ولا هدي ولا عقيقة، لازم يبقى سنها أكثر سنة، يبقى 5 وماشية في 6 عشان تصلح، يسموها ساعتها ايه؟ ثنية ابل. ثنية ابل اللي هي تصلح هدي او عقيقة او اضحية، يبقى معناها عدت 5 سنين لو هجيبها في الاضاحي.
لكن في أبواب الزكاة أعلى حاجة الجزع، اللي هي إيه، من 4 لـ5، دي أعلى سن في أبواب الزكاة. وفي 61 جذعة، وفي 76 لحد 90 تبقى بنت لبون، يعني مثنى بنت لبون، بنت لبون 2 يعني. وفي 91 لحد 120 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. طيب، وبنت المخاض عايز يعرفها لك بقى، لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. في حاجة اسمها الجبران، تعال خد بالك منها. الجبران يعني ايه؟ يعني افرض وجب ان انا اخد من هذا الرجل حقة، الراجل ده ما عندوش الا سن اقل من الحق، ما عندوش حق، وجاب الزكاة عايز ياخد منه حق، عنده بنت لبون، يقوم ياخد بنت لبون وفوقيها شاتين، يسموه جبران، كويس، او 20 درهم. طب افرض ان هو المفروض انه كان يطلع بنت لبون وما عندوش بنت لبون، عنده حقة، يقوم ياخدها جاب الزكاة ويديله شاتين الباقي، فهمت ازاي؟ او يديله 20 درهم، فهمت؟ علشان يقدر يفك، يعني عارف انت لما تدي حاجة وتاخد الباقي، او ده اسمه الجبران. يا اما يديله الاعلى وياخد الاقل، ياخد الفرق يعني، يا اما يديله الاقل وزائد الفرق. فالجبران بيبقى غالبا ايه، عبارة عن شاتين بالشروط اللي احنا قلناها، او 20 درهم ما يعادلهم يعني. وقول ثم في كل، اي ثم بعد زيادة 9 على 121 وزيادة 10 بعد زيادة 9، الجملة 140، يستقيم الحساب في أن كل 40، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. كل ما يلاقي 40 يبقى فوق 140، 140 فما زاد، كل 40 ياخد منهم بنت لبون، وكل 50 ياخد حقة. ففي 140 حقتان وبنت لبون، لأن 140 فيهم إيه؟ 50 و50، يبقى حقتان، وفيهم 40 يبقى إيه؟ بنت لبون. وفي 150 3 50ات، 3 حقائق، حقاق، وهكذا. وزي قلت لك، وما بين النصابين يسمى وقصا، أي عفوا لا يتعلق به زكاة. فصل في نصاب البقر. وأول نصاب البقر 30، يبقى اللي قبل 30 في البقر عفو، واللي قبل 5 في الإبل عفو، واللي قبل 40 في الشياه عفو. يبقى نصاب، وأول نصاب البقر 30، ويجب فيها، وفي بعض النسخ وفيه، أي النصاب تبيع، تبيع اللي هو إيه، زي بنت المخاض، بس تبيعنا ذكر طبعا. لو تبيعه يبقى ايه، من باب اولى لانها افضل، لكن التبيع هنا يجوز التبيع وهو الذكر، ويبقى عمره عمر بنت المخاض اللي هو سنة وماشي في التانية. سموه تبيع ليه؟ عشان بيتبع امه، ماشي وراها على طول، سموه تبيع. ابن سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لتبعيته امه في المرعى. ولو اخرج تبيعه يعني مؤنثة أجزأت بطريق الأولى، لأن المؤنث في الحيوان أعلى
لأنه حيولد غيره. طيب من الثلاثين نطلع تبية، طب واربعين، ويجي في اربعين مسنة، المسنة اللي هي سنتين وشفت. طيب بين الثلاثين والاربعين وقص، عفو مفيش حاجة، واضح؟ سميت بذلك مسنة لي لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن أربعين تبعين أجزأ على الصحيح، لأن التبيع إحنا قلنا التبيع سنة والمسنة سنتين، فلو ما عنديش أنا مسنة أطلع اتنين تبعين يبقى طلعت سنتين، فهمت؟ وعلى هذا أبدا فقس، يعني وفي 120 فيهم كم 40؟ فيهم 3 أربعينات يبقى 3 مسنات. طب وفيهم كم 30؟ فيهم 4 يبقى 4 أربعة أتباع. يعني 120 فيهم 3 أربعينات يبقى 3 إيه؟ مسنات. وفيهم 4 ثلاثينات يبقى 4 أتباع. فصل في نصاب الغنم. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز. وسبق بين الجذعة والثنية، عرفنا الجذعة اللي هي من جنس الضأن سنة ومشي في الثانية، والثنية الماعز سنتين ومشي في الثالثة. والبداية عندنا النصاب 40، بنبتدي من 40. وقوله وفي 121 شاتان، يعني من 40 ل 120 وقص، عفو. كل ده يطلع شاة. من 40 ل 120 يطلع ايه؟ شاة، يبقى عفو. زادت واحد بقت 121 يطلع شاتين، لحد 200. وفي 121 شاتان. وفي 201 ثلاث شياه، يعني معنى كده ان في 400 أربعة، يبقى في كل 100 شاة، ومشي على كده سهلة. وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاة إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. يشتري شاة، يشتري ويجيبها يحضرها، بس ده نادر، تملي اللي عنده ابل بيبقى عنده شيء. فصل في زكاة الخليطان. الخليطان يزكيان، يعني انا عندي 20 شاة واخويا عنده 20 شاة، الاثنين بيرعوا مع راعي واحد، بقوا 40 الاثنين، يبقى هنطلع شاة واحدة انا نصيبي فيها نص وهو نصيبه نص، فهمت؟ ده اسمه الخليطان. والخليطان يزكيان بكسر الكاف زكاة الشخص الواحد. والخلفة قد تفيد الشريكين تخفيفا بأن يملك 80 شاة بالسوية بينهما، يعني أنا عندي 40 شاة وأخويا عنده 40 شاة، اختلطوا بقوا 80 شاة، عليهم شاة واحدة. لو ما كناش خليط كنا هنطلع شاتين، كل 40 نطلع شاة. فهنا فادت بإيه؟ فادت بالتخفيف، يعني الخلط فاد تخفيفا فيلزمه ما شاء. وقد تفيد تثقيلا بأن يملك 40 شاة بالسوية بينهما، أنا عندي 20 وأخويا عنده 20، لو مش خليط مش هيجب علينا حاجة، لكن لما بقينا خليط بقينا 40 وجب شاة، واضح؟ لا شريكين مخلطين مع بعض، يعني شركة مع بعض في عدد معين من الحيوان، قد يكون على الشيوع وقد يكون على التجنيب، يعني ممكن اكون انا معلم ودان الشياه بتاعتي بحاجه معينه فانا عارفهم في وسطهم دول بتوعي، او رابط رجل العيال الشياه بلون معين يعملوا كده، ساعات لما تشتري العجل يروح ايه رابط عليه بتاع ويكتب عليه اسمك لمؤاخذه، يعني انا ما رضيتش لما جايب العجل ما رضاش يكتب عليه يسري، كانوا زمان يكتبوا يسري، تصدق قول له ما يصحش تكتب يسري على العجل،
قلت له يا عم لو تخلطوا احسن ما تكتب عليه اسره. قاصر ايوه ما احنا هنقول الشروط امتى بقى الخليط اللي ناخد منه ليها شروط، ليها شروط هتيجي. وقد تفيد تخفيفا على احدهما وتثقيلا على الاخر، كان يملك 60 لاحدهما ثلثها وللاخر ثلثاها، يعني احنا الاثنين نملك 60 مع بعض، انت تملك 40 منهم ونملك 20. انا ال20 بتوعي لو كنت منفرد مش هطلع حاجه، لكن لما اجتمعوا معاك هنطلع شاء، انت مسؤول عن تلتنا وانا مسؤول عن تلت شاء. فهمتني بقى ازاي؟ وقد يكون تخفيفا على احدهما، فخففنا على بتاع ال60 طلع تلتين شاء، وثقلنا على بتاع ال20 بقى مسؤول عن ايه؟ تلت شاء. لو كان لوحده ما كانش هيطلع خالص، والتاني لو كان لوحده بال40 كان هيطلع شاء كامله، فخففنا على واحد وثقلنا على آخر. عشان كده بيقول لك ايه؟ وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا، كان يملك 200 شاة بالسوية بينهم، يبقى كل واحد شاة وخلاص انتهت. وإنما يزكيان زكاة الواحد، يزكيان الخليطان بزكاة الواحد إمتى؟ بسبع شرائط. الشروط دي بقى، إذا كان، وفي بعض النسخ إن كان المراح واحدا. المراح اللي هو بلغة المصريين الزريب، يعني بيباتوا في حتة واحدة، يبقى المراح اللي هو المكان اللي بيستريحوا فيه بيباتوا فيه بالليل. لو كان الزريبة واحدة دي أول شرط، وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا، والمسرح واحدا، والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية، هي الأحسن الموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تخرج للمرعى، ده يسموه إيه؟ المسرح. يعني خرجوا من الزريبة جمعهم في حتة الأول، وبعد كده ينطلق الراعي بيهم المكان اللي جمعهم فيه، ده الراعي يسموه المسرح. كويس؟ والمرعى والراعي واحدا والفحل واحدا، أي إن اتحد نوع الماشية، فإن اختلف نوعها كضأن وماعز فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يترك ماشية، والمشرب يعني المكان اللي بتشرب منه واحد كعين او نهر او غيرهما واحدا. وقول والحالب واحدا هو احد الوجهين في هذه المساله، والاصح عدم اشتراط اتحاد الحالب. الشرط اللي بيحلب واحد، ممكن عندك عمال كتير بيحلب، وكذا المحلب اللي هو الاناء اللي هيحلب فيه. وموضع الحلب الحلب بفتح اللام واحدا، وحكى النووي اسكان اللام الحلب هو اسم للبن المحلوب ويطلق على المصدر وقال بعضهم وهو المراد هنا. فصل في نصاب الذهب والورق. ونصاب الذهب 20 مثقالا، المثقال دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 21، يبقى ال20 في 4.25 يطلع 85 جرام ذهب، يبقى ده نصاب الذهب. تحديدا بوزن مكة، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر، وهو نصف مثقال. ربع العشر هو 2.5%، مش كده برضه؟ لأن نصف العشر 5، ربع العشر يبقى 2.5، نص الخمسة 2.5%. كويس؟ وعشان كده قال ايه؟ ربع العشر وهو نصف مثقال، لان العشرة هيبقى ياخد منها ربع، وعندنا ال20 عشرتين، يبقى ربع وربع يبقى نص، يبقى نصف ايه؟ مثقال. وفيما زاد على 20 مثقال بحسبه، يبقى مفيش وقص، ما عندناش وقص هنا، ما عندناش عفو، فيما زاد كله بالمجموع كله ربع العشر. ونصاب الورق بكسر الراء وهو الفضة 100 درهم، الدرهم 2.9 جرام فضة، في 200 يطلع 580 جرام فضة. وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما زاد على ال200 بحسابه
وإن قل الزائد ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصابا. ولا تجب في الحلي المباح زكاة. أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وأنثى فتجلس زكاة فيه. يعني سوار أي يعني حلي بيستعمله رجل ده حلي محرم كويس يبقى يجب فيه الزكاة، لكن حلي اللي بتستعمله المرأة ده حلي مباح، ده مذهب الشافعية خلاف الأحناف، فلا زكاة فيه إلا أن يزيد عن إيه الزائد أو. ومن ضمن الحلي المحرم اللي هو أن يكون في صورة أناء، لأن الإناء يحرم استعماله واقتناءه، فسواء كان لملك رجل أو امرأة يجب فيه الزكاة لأن ده حلي محرم. والله تعالى اعلى واعلم. فنكتفي بهذا، والسلام عليكم. مريض اليوم يعني بدل ما اعتذر قلت بدي حاجه بسيطه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. ها؟ طلع على ايه؟ طبعا الفقير يفقر. نحن ما عندناش، كان هيقعد في السلام عليكم.